قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وفيها أيضا عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أيها المسلمون، إن طريق السعادة والنعيم والراحة هي طريق الله، هي طريق الطاعة والالتزام بمنهج القرآن، والطاعة سبب في الرضا، والرضا أصل كل سعادة، ومع هذه السعادة بركة، بركة في كل شيء، في الرزق وفي العمر وفي الأولاد وفي الزوجة. ويصدق ذلك القرآن الكريم إذ يقول ربنا تبارك اسمه: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو الخير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الإمام أحمد في كتاب الزهد: سمعت وهبا يقول: إن الرب تبارك وتعالى قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإني إذا عصيت غضبت، وإذا قضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. أيها المسلمون، تأملوا معي قول ابن عباس رضي الله عنه، والذي يبين فيه ما يحسده الطائعون من ثمار حسناتهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضاً في قلوب الخلق. فالسعادة في الهدى والنور، والشقاء والضيق في الغي والظلام. قال الله تعالى:
أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون فيا من تبحثون عن السعادة مع أزواجكم وأولادكم وفي أعمالكم والتوفيق في حياتكم الدنيا والسداد في آرائكم واختياراتكم الطريق من هنا ما تبحثون عنه في التقوى في الطاعة في فعل الحسنات في عمل الخيرات في التقرب إلى الله والبعد عما يغضبه روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته فكيف يكون حالك إذا كنت ترى بنور الله وتسمع بسمعه وتسير ببركته وما تتمنى فطوع إرادتك وإذا كنت مسدداً مجبوراً مستوراً قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أيها المسلمون أما من أخطأ الطريق وظن أن طريق السعادة في جمع المال وقال إن التجارة شطارة فغش ودلس في سبيل المال والربح الكثير ووطئ على رقاب الضعفاء والمساكين باسم التجارة والاقتصاد وتاجر بالأطعمة الفاسدة واحتكر فقد أخطأ الطريق ومن حسب أن طريق السعادة في السلطان والجاه وقال إن السياسة خداع ومراوغة فكذب ودلس وزور وقال بالبهتان وظن أن هذه هي الفتنة والذكاء وانتظر من بعدها السعادة فقد أخطأ الطريق ومن حسب أن السعادة في الطعام والشراب والنساء والملذات والشهوات فقد أخطأ الطريق وضل ضلالا مبينا إنما السعادة أن تطعم بطونا جائعة وتكسو أجسادا عارية وتداوي أناسا مرضى وأن تخفف عن آلام المتألمين أو أن تزيح الهم والحزن عن المهمومين هذه هي السعادة الحقيقية عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم رواه أحمد وحسنه الألباني هذه هي ملينات القلوب فلم يصف له إجازة في مصيف أو أكلة شهية أو نومة هنيئة أو قصرا مريحا أو سيارة فارهة ولسنا نحرم شيئا من هذا فربما احتاجها المرء بل وصف له طاعة يتعدى نفعها إلى غيره
وأن يفعل الخير للناس، وهي التي تلين القلب وتزيح عنه قسوته. فمن حافظ على المعروف بينه وبين الناس وحافظ على الخلق الحسن فسوف يشعر بكل سعادة وكل طيب في الدنيا، وله في الآخرة الأجر الجزيل. وما أحسن ما قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وكان يقول ابن عطاء في مناجاته: ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي بدونك بدلا، ولقد خسر من بغي عنك متحولا. ولما حضرت معاذا رضي الله عنه الوفاة قال: اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الجواهر ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى أن نجعل معرفتنا بالله ومن ثم طاعته تستقر في القلب وترسخ فيه وتنمو شيئًا فشيئًا حتى تشكل الجزء الأكبر من المشاعر، فيصير حبه سبحانه أحب الأشياء لدينا، وخشيته أخوف الأشياء عندنا، وهكذا في بقية المشاعر، فتظهر تبعاً لذلك الثمار الطيبة لهذه المعرفة النافعة والطاعة المثمرة، كما في الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعند مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أي استقر الحب في قلبه، فإذا ما اكتفت الطاعة على وقت معين أو موسم فقط ولم تصل إلى الدوام عليها والاستمرار، ولم يستقر حبها في القلب، لن تظهر ثمارها راحة وسعادة واستقرارا. وهكذا عباد الله، يتضح لنا أنه لكي نصل إلى راحة الرضا إلى حالة الرضا والاستقرار علينا بالطاعة المثمرة التي يكون القلب فيها حاضراً خاشعاً، أي الطاعة المؤثرة. وكلما ازدادت مساحة هذه الطاعة ازداد انجذاب المشاعر لله عز وجل، وتمكن الإيمان من القلب وتجلت فيه أنواره، وظهر أثر ذلك على حالة العبد، فيسعد بحياته ويرى كل الأمور ما دامت في رضا الله يراها خيرا.
وصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماماً. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا وإسلامنا بسوء فاجعل تدميره في تدبيره، واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفينهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوهم. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في بورما وكشمير وفي الشام، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم أطعم جوع المسلمين، واسقع عطشاهم، واكس عراتهم، وأمن أخائفهم، واحقن دماءهم، واستر أعراضهم. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.